في خطوة مهمة بتعكس اهتمام مصر بتوفير فرص التعليم العالي للجميع، أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن تمديد فترة التقديم الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية التجارية والزراعية الراغبين في الالتحاق بكليات التجارة والزراعة بالجامعات الحكومية. تمديد الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني تم حتى مساء يوم الجمعة 6 سبتمبر على أن تبدأ اختبارات القبول بالجامعات بداية من يوم السبت 14 سبتمبر. في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتوفير فرص التعليم العالي للجميع، أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن تمديد فترة التقديم الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية التجارية والزراعية الراغبين في الالتحاق بكليات التجارة والزراعة بالجامعات الحكومية. وتم تمديد الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني حتى مساء يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024، على أن تبدأ اختبارات القبول بالجامعات اعتباراً من يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024. يأتي هذا القرار استجابة لطلبات الطلاب وتأخر ظهور نتيجة الدور الثاني للشهادات الفنية، مما يتيح للجميع فرصة متساوية للتقديم والالتحاق بالجامعة التي يطمحون إليها. ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة، سواء كان نظام التعليم 3 أو 5 سنوات، التقديم في تنسيق الجامعات من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي. هذا القرار يعكس أيضاً اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني وتوفير مسارات تعليمية متنوعة للشباب بما يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.